لا لا توسع توسع كل صحيح حالك. يلا تعال انا تعال تعال انا تعال تعال يلا يا شباب يلا 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 والله انت تجي والله والله انت تجي والله انت تجي والله انت تجي والله حلفت قم والله انت تجي تعال 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 يا ابو هذال امسب شبس كلها سوا كلها سحر هذه طبختها المعذره يا بابا انا بهريلتي وروث ما دخلت انا الهبل يا حلوه يا ولدي يلا والله ذي العافيه هذا طيب ايش هو هذا يحبه هذا يحبه اني اكل قبيدي بله ترى هذا الغيب شعوري كفايه الماده باقي ساعه ربي يطول حر الحار ما شاء الله على عمر يا ولد ابو هدال مسوي برنامج رياضي ما شاء الله عليه أحيي نعم عليك أحيي حار كلام رجل على أجر على أجر والله على أجر خلنا نجيب ملعقة حتى أوريك علي لقمة هو بعدها ما هو ما لها لك سيدة صب عليه ما الرجع شو لا لي الأخرى يا برات يا وليد برات عديت بلين أزريت عندنا أبو تقويم وعندنا أبو يشف ودكم ابرد فيه شوي بكره ما بنكيف قلنا نقرا ساعه واحده حكم ابركب على القدر في بقره ولا ما في بقره لا يا مفلح مفلح اثنتين ونص هو جاي مفلح الوضع قسم بالله انا مزري وين الببسي يا بابا مزري يا شغله اخوانكم بهالخلاء ها حي 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 ما بديت المطبخ الا ثلاث والله ما بتينا الا ثلاثة سحور ساعتين والله ما بتينا انت بتيت خلاص سحر انا قطع حلي جاك التخمة لا 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 يا مرحبا بهذا يا ولد علي هذه لقمتها كبيره اخر مره هديتها ما بيه بيه دليل والله الليل اللقمه الكبيره رقم طيب ربي معك الساعه تعال خذوك عشاك اقرب ارجع لك والله سحر سحر بابا لا لا يجي يمدي يوصيك يا الله الملحمه دي ما فيها كلام وراد الوضع اشهد بالله لا ما يفوزون وليدنا ما يفوزون هنا تبون الليل امتى حكمينك يا وليد عيال تبون نظام ضحيه جعل فيه العافيه ها نظام ضحيه مسوي صياديه على حمد حاشي يا تعبان صياديه خلاص اخلصت سوى ترى العيشه علي انت ميت عدل ليه نفداك قم اشبعك نفداك تعدونك تعدونك والله ماشي جرب الصح اللي عندك لا والله اني سحر جعلوني والله يطول عماركم والله لا يهينكم ذي هذا الكحول وما يسمع والدك والدك شكرا لي يا حي مرحبا والله ما سلم الله يهين علي عيال اللجان وينهم ما جوني انا لجنته كبشه صياديه تعال عنها لكن جات كل انبسي تايق هذاك الوليد وين قصرته حار والله حار تحدي اللي من الحرمان من هشمة فيها من العام نجار بشاكوش اذن المذن ايش مسوي صدق هذه شادي هذه ها جاك القرب وليد وليد شكم ها لا ما نقعد طشوري بيني وياك حرب طشوري ما عادني بقايب مره اظهر السؤال مره احي كم الساعه كم الساعات باقي ربع ساعه والله اني راح اعيد الكبسه مشير والله بسعد وكم نقاط يا ولد بط 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 ما انا معطيهم نقاط الليل والله نعطيك باقي ربع ساعه كم الساعه صمت مبلح احنا انا نتسحب ونضبط لنا براد الخاذر حق ليلتي عقب الفجر وانت جاهز يا ابو ضيع عقب الفجر ايه قبل الفجر انا اقول لك عشان ليلتي يضبط عقب الفجر لازم المفروض الحين على براد جاهز انا ديني ذل جاهز ولا والله انك صادق والله اني صادق خلوا فكرك بفطر العشاء بدري قريب نعم انك والله لا خليتها بدري بتجوع لا ما انا بجاي انا ابغاها تنعش ما عندي مشكله مفروض
يحضر 43 يا ولد 2.5 وعلى صبره يا رجال يجي يصلي على رسول الله. لا 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 يجعون يا رجال. لا ما رجعين 2.5 قد ولا وحدهم يجعون بعد سحر سحر يجعوني. انت عشان تلعب طايره وتجينا عاد على كيفك تحط على مزاجك مثل لا الله سبحانه وتعالى اني ما العبها ولا بق والله عجة تلعب بلو. لا عنده ولا عنده شيء عنده اشياء عنده المزرعه مسروق كبل يا جعوني كنترول الحمل عقب بكره. لا 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 تجيبونا دجاج بكره لا بالهم الدجاج لا يجي نعم نعمتين وربي هنا خلق لا لان قصدي وشو عبد الله تسحر يا عبد الله. انا الحمل الحمل القعود يا ابو متعب بتطول ابد تطول مقدم اشهد بالله انا كبسه طيبه هذه كبسه البحيح ولا الجعيدي البحيح والله ما ذقت حقت لا حقت علي حقت البحيح ما لها شكل والله ما منها بالله اي والله الله يبيض وجهك لا حد يمدح وما بعد كلام منه ومنه اهم شيء تشبع يا ابو والله لها لده لا الله يوفقك والله انك خذيت اجر تدري لك اجر مثل اجر ذلك تصدقون في مكه يا سلام عليك هذا تراني اعتبر فطار صايم بعد يا ريدي ما مسوي له فطارك اي هيا هبت والله انت خذها انا اختها انا عندي اقسم بالله كبسه قابل انا معك ان شاء الله يا بار هبت توك توك نجي الطير عقب علوي والله ولد دورنا بنمشي ولا شيء لا تجيني الساعه 10 تقول جويع شوف سعد ترى بيسوي دورنا ما دورنا ما دورنا ما عند الريق زال حزم ما وش العلم دورنا فتوى بزود وقت والله ها قض قض منه وعطني قض عند الريق يشربوا اربع ادب ما مليان ترى السحور قبل الفجر باشياء دقائق بسيطه ترى زين ليه زين لا كل ما تاخرت هذه السنه سنه تعجيل الفطور يا لفدا تاخير السنه شوي بلا اليوم صاير سعيد وين خلني نبي حصل صدق يا رجال السحور ما اخذت عقب براد شاهي وسكني ترى يسمعون على اساس ما يسمعون لا تعال لا تقوزها ترى لا والله ما اطلع فاصل يا بابا لا والله ما يا اخوي لا والله ما تقوزها ما جابوا لنا موز ما شاء الله عليك انت تسحر تبي موز الموز يقطع عظمه مليان بوتاسيوم والله اي والله أنا أنصح المتابعين بالموز أقسم بالله معلومة طبية مهمة لا أنت يا أبو ناصر الله يكثر خيرك تدري ولا أنت جعل فيه العافية ترى تدري أنت من موقع العيشة ولا يبين فيك خلينا ندبر أوف وصار اللحم هناك واجد جعل فيه العافية الحمد لله على النعمة الحمد لله اللهم اجمعها يا رب رأسك السماء حاسس لا اسكتوا 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 لا يفوقوا اتوقع ترى بكره جمعة يسابقكم بكره يوم الجمعة اليوم سامحوا الجميع يا رب كل ما نخطا عليكم احنا مسامحين من يوم قلتها وش سماح انت سامح والله ان كل سنه يرسلون والله مفلح بيض الله وجه سامح واحد قبل ايام والله العظيم يا ابو سعد انهم يرسلوا لي كل سنه سامحنا الا كل سنه ما حد يرسل لي لانه ما جا زعل ما جا زعل حبوب ابو هدار انا اربع شهور ما كلك عيش يا ابو هدار وين؟ والله ما راح تتناول القهوه السوداء القهوه السوداء نبدان اجيكم مرحبا ادي الكبسه شينا تخيل قالوا لا ولا لا والله لا قسم بالله العظيم كبسه دام ما لها شكل يا جماعه بس لحم ما في اخو ثاره لك ايه بغيت تتفلس ها اي والله هنا ولا هنا هنا والله العظيم الصدق ان حقت احنا احلى من حقتكم واجد ارحب ارحب باقي تسع دقائق يلا الجمعه ناوليه اه يبيح منهم وليل ويحللون كنت انا على الرفقه علي شغل التايمر يبيحون يحللوني وقت ما بيحيد يبيحون صادق لا لا هم بحمانهم اي والله هم بيحيد يا المجيد تبغون يبيحون منك اي والله ابيهم بيحون مني وانا بيحون منهم زين ناوليه عوضة ابو يارا خلصنا الحين ايش ذاك كيف طبخه عوضة وش توه
انت معجبك وقت الفقره لا 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 ازود ساعه يعني تحترم اليوم وقت شيء ما جيت انت اي والله فاتت كل حامه والله ما ادري لكن الساعات 50 45 45 دقيقه ويش انا جاي ساعه وعشر دقائق هنا في زحمة جاي ما الطريق ما في زحمة والله انا هفنا بس حق تكون هبل لي شوف تبعك بالعكس لا لا تقييمي انا عزيز والله كلها زينه والله كلها زينه حقتكم زينه احرك كيفك ما دقت من هذا اصلا حدثكم ما زين منها يا عم والله كذا الله خيرهم لكن الملح شوي زايد ترى عندنا بس كم المد ندان والله انا اقيم ذمه وضمير ها لذلك هذا كليته مع لحم ذا ما كليته بدون كليته بدون لحم عشان كذا في خله في التقييم والله اقول هنا لذلك التقييم انا قلتها منه ومنه الاسبوع الجاي قلتها منه ومنه انا الشيف ابشرك انه ما غير لا 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 اليوم ما في تقييم الشيف قلتها قديم قال كله محتاج غالي باذن الله تعالى من غدا اللي هو اليوم الجديد هذا ثاني ايام رمضان المبارك بيكون فيه تقييم باذن الله والقرار بيكون اداري ما عاد انا اقول الكلام هذا والقرار بيكون اداري طبعا عشان تموت على طيش لبيك تكفى عجبك لا انا خش لا اليوم نفداك بدون متاخرين بدون متاخرين متى بدوا؟ والفقره متى بدوا؟ 22 لا ما خلينا نبدا حكم نبي 1 ونص ولا 1 ونص قرار من الاداره يتم القاء فقره المطبخ لا 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 تعش نهداك تعش سكيب لي ليلة عبلكم سامحني سامح يوم جمعة رمضان يا مبلح أنا طالبك طلبه أنت سامح يوم جمعة هو ده سامح وين الشبه صح لا لا خليه لا والله ما سامح من بيض الله لا رأي الكيبل ما دلك على خير في الفراج الكيبل قيمته ب 13000 حلو 13000 ريال قيم مساحته احسبه كبل الجوال لا نفداك نحاس ساق النحاس طوله في مزرعتي ليله حفلكم طوله طول الكيبل 120 متر طيب اقسم بالله العظيم ما قهرني الا طمرته في الشبك يوم قطع الشبك وطمر وقطع اخذ الكيبل الله لا يحيي شربلع يا ابو سعد اول شيء بشرب العوض ثاني شيء بحمد الرجال الرجال يمكن محتاج يمكن تصدق بس محتاج اسرق انا احس منه يقول لا يبيح منه خلاص احس منه يقصر يمزح ادري تمشي راعي الكيبل والله ها تصدق في نفسه لا يقول يمكن محتاج المحتاج بيسرق والله لا يبيح ان كان محتاج ابو سعد ابو سعد في نفس يوم يوم ابو سعد والله ما سرقت الا ابو ابو سعد وحرام مبلع ترى فاهم بقلحنا مبلع عقب 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 موضوع قدام يوم والله انه واحد من الربع نفس كلامك مبلع معك جوال هو شاري له بيت وراح عليه قدم قول والله ايوه نفس اليوم انا شكيت يودي هذا واحد من الربع انا مسروق كيبل اقول لك شيء يا مبلح بقول لك شيء وان شاء الله انك تسامح عقبه ترى لا يدخل الجنه خصيمه لا يدخل الجنة خصيمة هذا حديث ولا شيء؟ إيه حديث بس ما أدري عن صحته أو كيف لا تدخل الجنة؟ لا قلت بينكم في مرة لا أنا طالب بحقي شلون أنت كيف جايب الحديث؟ صحيح ولكن من الأفضل أنك تسامح لا مو بتحشيري هو خصيمة بتسامح بتسامح هو الحديث صحيح صحيح على خير تلقى شر خلاص لا تسامح بقعد أبجي عليك أنت باجي بعطيك كيبل عاشق أشغلتنا أنت وياه الله يشغلك أنت وياه طيب ترى شاركي كيف؟ نايم انا شوف بس اللي معك ذاك اليوم الرجال انا اللي سرقت يا شلي اذن حاس الرجال ما عليك كنا منضغطين وفي تصوير في تصوير تاجل بزنس واحتجنا قال خلاص بقعد سيبك لا عاد تسام يا الله عليكم البث فاضي مبلع ما اشتقت طبختين والبزنس الا والله الصدق والله اي والله ايام اشتقت الريق يوم كان ينفس علينا في المطبخ لا يجي قايم كذا شوف يجي درجات له قال كذا اي قول قول اعطيك قصيده ما عندي قصيده ما عندي قصيده اعطيك ما عندي ما عندي قصيده ما عندي صادق انا ما عندي صادق راجل مو بشاعر هلا تقول انا شاعر ايوه
كان انت اللي تقيمني عجل ماني بشاعر. يقيمك ويقيم عجل من ذلك يا اخلف. يا فلاح بن فراج ترى يا خلاص توطي بكري جرك. اللهم لك الحمد. يا مرحبا ترحيبة البنت. سامح سامح سامح. ما هو سامح؟ يسامح مسروق بحقه. يا عليه ما يسامح خلاص. جعل اللي بتجرين على السرقة تقطم ايدك. ليه تسرق؟ جعل السارق. طيب سامح يا ابن سامح. لا ما انا بسامحه. يمكن اسوي يبيعها ولا يحلها. يمكن انا محتاج. سامح انا ما سامح. انت بشوف سامح ما ابغى سامح. سامح لا لا انا قلت له سامح. لا سامح غف سامح 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 جمعة ورمضان يسامح ليش ما يسامح؟ لا ما يسامح انت تدل على الفشل والسوء يا رجال انت يا بشر ما تسامح قول لا اله الا الله انت تتمنى لا 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 انت هالراي ها اقول